أم يبقى كده ده بدنا عادي. One, two, three, four, five, six. One egg. Seis personas, un huevo. Pero un huevo de avestruz. Tremendo huevón. هو التطمير ده عجل العام؟ ريحة دماغها يا اختراع. عجل العام؟ هو احنا بنعمل حاجة عيب؟ احنا بناكل في مطعم. احنا بنحبش ولا حاجة. احنا في مكتب. ما تحبش عشان بناكل؟ نعم. دي ايه ده اللي جيب؟ اه دي اللي جيب نزلتها وحطيت دي. يعني ما هوش نفس الشاشة، دماغي دي اللي هي الأمارة. هي أربع تحتات. بيتكلموا في خمس بواكي. لف. نوت فينيش إت. Few pounds of omelet. Todavía no se termina. Está grande. ما قلتش يا بنت على ثلاث مرات. تشرب على ثلاث مرات. لان دي ليها مخزن. هو وقف بالكوبايه شويه. انا الكوبايه خلصتها اثر كبير. كالعاده المصريه. هو بقى وقف بالكوبايه شويه. ده غلط بقى. هو عامة عندنا هو انا بشرب اي حاجه على بشرب ميه على ثلاث مرات. هو ثلاث مرات بتزود نسبه الاكسجين في الجسم. ايوه هو عارف هم بيمشوا صح على فكره. نسبه الانسولين في الجسم اشوف على حاجه زي كده ممكن تكون مش مهمه بالنسبه لنا بس بالنسبه لهم مهمه جدا. اكيد عشان كده الناس دي معمرين. ده عنده 60 سنه. انا بقول لك معمرين وما تحسش ان هو عجز. تحس ان هو عنده 40 بس. خلوص المكنه الالماني كده بتطلع. انت بتصور البيضه مش هتطلع كتكوت على فكره. لا ده هو شكله هيبعت من بس اللي عارف يعمل بيضه كبيره والله. البيضه كبيره قوي. ده انت عشان تجيب بيضه عادي ده ولا كرتونتين بيضه عشان تعمل صينيه زي دي. كتير قوي فعلا. بيت باور بيت معمل ايه؟ انا عارف ما كلتوش والله نجرب حلوه هنا. ثانك يو مستر ثانك يو. كده انت بقى كلمني دلوقتي الباشمهندس بعد الخراج انا مستحرم العيش. يو مور خليه بس الوقت ده ياكل يا عم هنحطه في الفريزر ويسخن عادي. سلام يا باشا. That's it. People are full. Good egg. It's good egg. Really, tastes like chicken egg. Yes, like same chicken. Flavor. Yeah. Didn't see any difference. بيقول لي البيض بتاع الفراخ مفيش فرق. هو فعلا طعمه زي البيض الفراخ. بس انت